السلام عليكم. انا واحد من الموظفين الختامين عند اشرف. ديك السيد صراحه الله يعمرها دار، عمرنا شنا منه شي حاجه ديال العيب. دري درويش تيجي تيريح يفطر معانا، تيتغدى معانا، تيخدم معانا. بعض المرات الا كان البيس عامره كان كيجي حتى هو يريح يعاوننا. هذاك السيد صراحه الله يعمرها دار، ما عمرني شفت منه شي حاجه ديال اللي كتدل على انه مختل عقلي او مسطي ولا مسطر. ما غيريحش ياكل معاك، ما غيجيش يعاونك، ما غيخدمكش معاه. بعدا هذه طبيعه الحال ما غيخدمكش معاه. و ما توقعناش من هذا الشيء اللي غيطرا. كيفاش لقيتوا الخبر اللي سمعتوه اول مره؟ سمعتوه ما تيقنا صراحه الله، ما تيقتش. واخا كنشوف الفيديو كيبان لي واقف مع الدراري، ما تيقتش صراحه الله. داك السيد ما يديرهاش من جيتي انا، داك السيد ما يديرهاش. انا تنعرفو بحكم انني خدام معاه. لا ما كانش كيبان ليا في الفيديو، علاش انا ما تيقتش. ما كانش كيبان ليا اشرف، ما كانش كيبان ليا في الفيديو. شنو تقول على الهضره اللي كيقولوا في واخويا؟ كما كيقولوا واحد المشاعر ملي كطيح البقره كيكثروا جناوه، راه كيكون في حاجه حتى كتوليو في بزاف الحوايج، قاتل ضارب مهرس. والعلم لله، هو ملي كان تما راه يقدر يكون كان واقف حتى ولا حتى هو ضحيه من الضحايا. ما عمرك على الشيري شي حاجه يعني تحت التخدير؟ يعني قال لك تناول التخدير المخدر. واحد الا كان مخدر واش غيجي يخدم؟ واحد يكون دايخ وموضر غيجي يخدم معاك؟ ضروري يجي يخدم، غيدير المصايب. هو كان كيجي تيريح ياكل معاك، ينوض يخدم معاك، يعاون. صراحة الله داك السيد عمرني شفت منو شي حاجه ديال لا. انا شفت راسه بالطباع ديالو، واش عنيف واش ضحوكي؟ لا صراحة لا، دريويش ضحوكي. كيجي هو يبدا هو يخلق معاك مواضيع، هو يجبد لك نكات، هو يضحك معاك. ما من جهة العنف راه عمرني شفت منه شي حاجة ديال العنف. عمرنا شفنا حتى شي حديدة ولا شي عود زعما في الطونوبيل باش يدافع على راسو. هذيك والو عمرني شفت انا. كيفاش لقيتي الخبر ديال هذا؟ واخويا صراحة الله ما تيقتش، ما تيقناش، حيت ما توقعاش من هذاك السيد. هذاك السيد لا عمرها دار، كما قلت لك هذاك السيد دريويش كيجي يريح معاك، يضحك معاك، ياكل معاك، يقسم معاك الملح والطعام. ما يديرهاش هذاك السيد. شكرا.